الأحزاب الإيرانية المعارضة أعلنت عن استعدادها التام لمواجهة أي هجوم إيراني يطالها على الأراضي العراقية وتحديدا على أماكن تواجدها في إقليم كردستان. التفاصيل كانت قادمة من حزب حياة حرة الكردستاني وعلى لسان الرئيس المشترك الخاص بهذا الحزب ألا وهو سيامند معيني، والتفاصيل نشرت على ان اف نيوز باللغة الإنجليزية التي نقل طبعا هذه الأنباء وهذه التصريحات من ويست جان نيوز التي ترونها الكردية، بالإضافة إلى ذلك أن كانت هنالك أيضا عددا من التصريحات القادمة من قيادات في أحزاب إيرانية معارضة أخرى صرحوا بشكل مباشر وحصري إلى الشرق الأوسط في 24 ساعة الماضية. كما تلاحظون التفاصيل التي جاءت من معيني، هو قال ببساطة بأن مسألة تسليم أسلحتنا هو أمر غير وارد، لن نسلم أسلحتنا أبدا، وأن بدأت إيران بمهاجمتنا فسنتصدى لهذا الهجوم وسنواجه هذا الهجوم مع الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة الأخرى. وقال بأننا متمسكون أيضا في مبدأ المقاومة، وأيضا في نفس الوقت هو طلب من الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة الأخرى الموجودة في إقليم كردستان أن يكون هنالك تعاونا وتضامنا من أجل توحيد الجبهات وأن لا يتعاون مع التهديدات الإيرانية نهائيا، فالتعاون ومواجهة الهجمات الإيرانية بالأسلحة هو الذي سيجعلهم ينتصرون في نهاية المطاف. وأيضا أضاف في نفس الوقت هذا الرجل بأن هذه المسألة بالنسبة لهم مسألة مهمة، لأنهم سيبنون تاريخ وما هو قادم بالنسبة لطريق الحزب الخاص بهم سيبنوه على القضايا المرتبطة بما يطلبه شعبهم الخاص والثورة، وليس مبنيا على التهديدات الإيرانية أبدا. وهذا ما ذكره هذا الرجل بهذا النص: تسليم أسلحتنا أمر غير وارد، إذا هاجمت إيران فسنقف متحدين ضدها مع الأحزاب الكردية الأخرى. أما القيادات الأخرى الخاصة بهذه الأطراف الإيرانية المعارضة التي صرحت للشرق الأوسط، هم قالوا بأننا لسنا متورطين بأي من الاتهامات التي تضعها إيران تجاهنا، لم نتدخل في التظاهرات، لم ننقل أي سلاح إلى الداخل الإيراني، لم نزعزع أي استقرار. هذه اتهامات أساسا غير صحيحة. وأيضا في نفس الوقت قال بأن هذا الاتفاق الذي جرى بين الحكومة العراقية وبين الحكومة الإيرانية هدفه أساساً لتصفية المعارضة، هذا هو الهدف من هذه المعاهدة، وبأننا لسنا معنيين أبدا بهذه المعاهدة الأمنية. وما هو مثير بهذا الأمر، هو أيضا ذكر بأنه لم يكن هنالك أي بلاغ قد تسلموه عن أن هنالك مخيمات قد تم إنشاؤها لهذه الأطراف لكي تتجه لهذه المخيمات، وإن كانت هنالك مخيمات بحسب تعبيره وإن وافقوا على التوجه لها فهذا سيحتاج إلى وقت طويل. النقل اللوجستي ونقل عناصرهم هو بحاجة لوقت طويل، والوقت أصبح قليلا، لم يتبقى إلا أيام قليلة على انتهاء هذه المعاهدة الأمنية، وإيران يوميا تقريبا تستمر بالتهديدات وتذكير الجانب العراقي بأن المعاهدة الأمنية ستنتهي، ولا يريدون تمديد هذه المعاهدة، وبالتالي يريدون ضرب هذه الأطراف. وهنا المشكلة الحقيقية في ظل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها، بأن هذه الأطراف أساسا الآن لم تتخلى عن سلاحها، لم تخرج من إقليم كردستان، لا بل إنها تتحدى الهجمات والتهديدات الإيرانية الموجهة تجاههم. بالتالي تقريبا لا شيء قد طبق من هذا الاتفاق في ظل هذه التفاصيل، بل إن هذه الأطراف الآن تريد القول أن نوحد جبهتنا في إقليم كردستان، أن نتعاون وغيرها من هذه التفاصيل بحسب تصريحاتهم. بالتالي تبدو أن الأمور خطيرة للغاية في هذه المنطقة، وما ممكن أن يكون قادما تحديدا تجاه المناطق التي والمواقع التي تتواجد فيها هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة. ولكي نفهم بشكل أكبر ما الذي ممكن أن يجري بالنسبة لإقليم كردستان، هو مكون من 3 محافظات طبعا: السليمانية، أربيل، ودهوك. وبأن الحدود المشتركة بين إقليم كردستان وإيران يصل مداها ما يقارب 350 كيلومترا. وبالنسبة لحزب حياة حرة الكردستانية الذي تحدثنا عنه، هو يتواجد بشكل أساسي ورئيسي في محافظة أربيل، بالإضافة إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أيضا يتواجد في محافظة أربيل. أما بقية الأحزاب بشكل عام من الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة طبعا، مثل كومل على سبيل المثال، منظمة خبات، أو حتى كادحي كردستان وغيرهم يتواجدون على الأغلب في محافظة السليمانية. الآن حزب حياة حرة الكردستاني كما هو واضح هو الذي أعلن هذا التحدي ولمواجهة الهجمات الإيرانية والتهديدات الإيرانية. وسمعنا في بعض التقارير مؤخرا بأن كومل نوعا ما تعاطى مع مسألة التهديدات، ابتعد عن النقاط الحساسة المطلة على إيران، ابتعد لمعسكرات أخرى أو لمخيمات أخرى. كانت هنالك تقارير تحدثت عن هذه المسألة، ولكن بشكل عام في ظل هذا التحدي يوضح هذا الأمر بأن يبدو أن هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة في محافظة إربيل تحديدا الحزب الذي ذكرناه هو المرشح أن يتعرض طبعا إلى ضربات إنما فعلتها إيران فعلا بحسب تهديداتها التي تأتي تجاه هذه المنطقة. وهذه التهديدات الإيرانية هي ليست عادية أبدا، هي خطيرة للغاية ويجب أن لا تؤخذ كتهديدات إعلامية عادية. فالتحرك الذي قام به السيد بافل طالباني وهو رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني إلى إيران كان تحركا مهما للغاية وجاءت عنه تفاصيل أيضا نشرت على الشرق الأوسط. فهذا الرجل عندما ذهب لإيران قام بالعديد من اللقاءات، أهم هذه اللقاءات التي عقدها كانت مع رئيس البرلمان الإيراني، مع وزير الخارجية الإيراني، عاد إلى أقليم كردستان والتقى أيضا بالسفير الإيراني الموجود في بغداد. وبحسب الشرق الأوسط أكدت بأن كل هذه اللقاءات والتحركات التي قام بها السيد بافل طالباني هي لكسب الوقت لا أكثر ولا أقل، بسبب أنه اطلع على تقارير حكومية أفادت هذا الأسبوع تحديدا بأن إجبار الأحزاب الإيرانية على تنفيذ الاتفاق شبه مستحيل. الأمر لا يرتبط فقط بمسألة الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان والتصريحات والسلاح وغيرها، ولكن الأمر أيضا مرتبط بما يجري من تطورات في الداخل الإيراني. وتحديدا ونحن نقترب من الذكرى السنوية لتظاهرات مهسا أميني، لم يتبقى إلا 3 أيام فقط على هذه التظاهرات، وإن هذه التظاهرات التي اندلعت العام الماضي طبعا كانت هي سبب ظهور مسألة وقصة وملف الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة. بعد هذه التظاهرات بدأت إيران تضرب هذه الأطراف في الداخل العراقي في إقليم كردستان تحديدا، والعديد من المراكز البحثية المهمة مثل معهد واشنطن وغيرها كانوا قد ذكروا بشكل واضح بأن إيران تريد تشتيت الانتباه، تشتيت التركيز الذي يأتي على الداخل الإيراني إلى إقليم كردستان وإلى مناطق أخرى طبعا بكل تأكيد، وتهديدات كانت موجهة أيضا للسعودية آنذاك. وبالتالي الأمور الآن ها هي تعود في الداخل الإيراني، والتحشيدات لهذه التظاهرات ليست عادية. هنالك تحركات أمنية تقوم بها إيران تجاه المناطق التي ممكن أن تندلع فيها هذه التظاهرات مرة أخرى. فإيران انترناشنال ذكرت يوم أمس بأن هنالك رتلا عسكريا إيرانيا اتجه إلى مسقط رأس مهسا أميني بنفسها، حيث ستنطلق هذه التظاهرات وستنطلق شرارتها مرة أخرى، وهي مدينة سقز الموجودة في إيران. ولاحظ هذه كانت اللقطات التي نشرت طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي لإيران انترناشنال وغيرها من الوكالات، وأيضا هنالك لقطات للتجهيزات الكبيرة من مكافحة الشغب وغيرها الإيرانية التي بدأت تتجه إلى مهباد أيضا، وهذه منطقة أيضا متوقع جدا أن تكون التظاهرات كبيرة من خلال هذه التحركات. ستعلم بأن هنالك معلومات لدى السلطات الإيرانية أن التظاهرات هذه المرة أيضا لن تكون عادية، وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى سقز وإلى مهباد التي تحدثنا عنها، هذا هو طبعا شمال العراق وتحديدا إقليم كردستان، وسترى المناطق هي ليست بالبعيدة أبدا طبعا من الحدود العراقية. وبالتوقف هنا فإن سقز التي تحدثنا عنها، ولنأخذ اللون الأصفر هنا، فسقز تقريبا هي تأتي طبعا هنا مهباد التي ترونها هنا بهذا الاتجاه، وكذلك سقز تقريبا تأتي بهذه المنطقة هنا بهذا الاتجاه. بالتالي هي مناطق ليست بالبعيدة أبدا، عفوا هذه ليست سقز وإنما هذه هي سقز التي ترونها، وبالتالي هذه هي المناطق المتوقع والقريبة طبعا من الحدود الخاصة مع العراق. وهنا كما ترون هذه هي السليمانية، وهذه هي طبعا سوران التي ترونها بهذا الاتجاه التي تأتي من ضمن محافظة أربيل. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل كانت هنالك أيضا لقطات ليلية من يوم أمس والمتظاهرين يقومون بحرق الكاميرات الخاصة بالقوات الأمنية الإيرانية، يحرقونها في المناطق التي سيتحركون بها لكي لا تتعرف عليهم السلطات وتطاردهم جهودهم طبعا من أجل ضبطهم، وأيضا في نفس الوقت كان هنالك انفجارا غامضا في عودة للانفجارات الغامضة في الداخل الإيراني تحدثت عنها وكالة إيرنا الإيرانية وكذلك سبوتنيك الروسية، وتحدثوا عن انفجار خزان أمونيا في منطقة صناعية وسط إيران وهي تحديدا في الحي الصناعي في محافظة يزد وسط إيران، والانفجار كان كبيرا للغاية. هذا انفجار ليس بالعادي أبدا، وعادة تذهب أصابع الاتهام إلى العديد من الأطراف، ولكن في الأغلب تذهب إلى الأطراف الإيرانية المعارضة الموجودة في الداخل. قد نرى المزيد من هذه الانفجارات مع ذكرى هذه التظاهرات طبعا التي نتحدث عنها الآن. المثير أن الكونغرس أيضا دخل على الخط بقوة كبيرة للغاية على خط تظاهرات مهسا أميني. مشروع قرار أمريكي اليوم في مجلس النواب الأمريكي وهو مهسا اكت الذي ترونه الذي قدمه الجمهوري جيم بانكس. هذا القرار تم التصويت عليه في مجلس النواب الأمريكي بالغالبية العظمى، بالغالبية الساحقة، وافقوا على تمرير هذا القرار. كما تلاحظون من هذه النتيجة إذا ما اقتربنا منها فستلاحظ بأن النتيجة جاءت ساحقة ب410 صوتا موافقا على تمرير القرار، مقابل 3 من رفضوا تمرير هذا القرار، من الديمقراطيين 201 ومن الجمهوريين ترى 209. وطبعا هذا القرار لمن لا يعلم ما الذي ممكن أن يغيره وما الذي ممكن أن يؤثر عليه. ستلاحظ بأن القرار هنا مبني بأن الكونغرس يطلب بشكل واضح ويفرض على الرئيس الأمريكي جو بايدن هنا أو أي رئيس أمريكي في القادم أو في المستقبل بأن عليه فرض عقوبات على المرشد الأعلى الإيراني وعلى الرئيس الإيراني وعلى كل من يعمل في مكتبهم وفي مكتبيهما طبعا ممن هم متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. ولكن هذا القرار طبعا لا يعني بأن مروره في مجلس النواب بأنه سيطبق، لا أبدا، بل إنه الآن مر إلى مجلس الشيوخ، وفي مجلس الشيوخ يجب أن يتم التصويت عليه والموافقة عليه كما رأينا في مجلس النواب لكي تكون هنالك موافقة وتطبيق لهذا القرار طبعا الخطير للغاية. مثل هذه العقوبات ممكن أن تنهي الكثير من الاتفاقيات، وفي مجلس الشيوخ علينا لا نستغرب أبدا إذا ما تم تمريره، ولن يقف الديمقراطيين ضده على الأغلب لأنها مسألة مرتبطة بحقوق الإنسان، والحزب الديمقراطي الأمريكي يهتم بمسألة حقوق الإنسان كثيرا، لا بل إن تشاك شومر وهو زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس كان قد قال بأن الحكومة الإيرانية تتسبب بالعديد وبمشاكل حقيقية في الشرق الأوسط وفي العالم بأكمله، حتى أن بوب مانينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في اليومين الماضيين في 48 ساعة الماضية كان قد تحدث عن الاتفاق لتبادل الأسرى الإيرانيين والأمريكيين وتقديم 6 مليارات دولار لصالح الجانب الإيراني. هو ليس موافقا على هذا الأمر، هو ليس موافقا على سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يجري وفي كل ما يجري تجاه إيران، وهو من الحزب الديمقراطي، وبالتالي هذه كلها تحسب لما ممكن أن نتوقعه من هذه الاتفاقية أو هذا القرار ألا وهو مهسا أميني. وبالتالي تطور الأمور في الداخل الإيراني وفي هذه التظاهرات ودخول الكونغرس بهذا الشكل قد يعني بأن ارتدادات ما سيجري في الداخل الإيراني ستكون كبيرة على الداخل العراقي في ظل كل التفاصيل التي رأيناها. ولكن العراق لا يمل أبدا، والعراق تحرك دبلوماسيا ويستمر بالتحرك تقريبا بشكل يومي تجاه إيران. فالسيد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي كان قد وصل إلى طهران اليوم بعد العديد من التصريحات المهمة المرتبطة بأن العراق ملتزم في المعاهدة الأمنية مع إيران، طبق الكثير من الأمور المرتبطة بهذه المعاهدة، وأيضا ذكر أمرا مهما للغاية انتبه له الجميع ألا وهو الآتي. هذا ما ذكره، قال: تم نزع سلاح مجاميع مختلفة على الحدود العراقية الإيرانية وتأسيس مخيمات ستكون للاجئين. والجانب الإيراني رحب بما سمعه من معلومات طبعا من الجانب العراقي، ولكن هو طبعا تصريح أثار الجدل.